مرحبا بكم في عرض الدوري السعودي للمحترفين، دوري روشن السعودي للموسم 2022-2023. عادت الفرق من فترة التوقف الدولية ودخلت في إثارة سباق اللقب. خارج المستطيل الأخضر نتوقف مع عالم وسائل التواصل الاجتماعي السريع في فقرة بعيدا عن الدوري. وفي لغة الأرقام يجد الفيحاء نفسه في تحدي الصمود أمام قوة هجوم النصر. خلقت زيارة النصر بقيادة كريستيانو رونالدو بالطبع أجواء مفعمة بالحماس في العدالة. يتوقع أنصار النصر يوما مثيرا آخر خارج الديار. الكرة بتعود باتجاه أيمن يحيى، تغيير اتجاه اللعب بصورة جميلة إلى لويس غوستافو. غوستافو مر، غوستافو تقدم، يلحق عليها ولا لا؟ نعم، عرضها، الله، لا زالت عبد الإله. التدخل من عبد العزيز الجمعان باتجاه عبد الإله العمري. هذه اللقطة ركلة جزاء. رونالدو رونالدو رونالدو، سي رونالدو. الجمعان عبد العزيز عرضها، الكرة خطرة، العدالة قد يعود، قد يعود قبل نهاية الشوط. خالد من بعيد، من بعيد، الله على التسديدة والله على التصدي يا عقيدي. العمري، أي مباراة كبيرة اليوم يا عبد الإله، أي مباراة كبيرة اليوم يا عبد الإله. تاليسكا، يا جبار. كرة جميلة من تاليسكا وصلت إلى رونالدو. الخطر قائم، الخطر قائم، الخطر قائم، الخطر قائم. رونالدو، تكبر تحلى. الله، جميلة باتجاه تاليسكا. ليلة النصر الكبير. النصر لا يخسر في رمضان، حدث ذلك في من قبل، وتاليسكا يؤكد عليها بالهدف الخامس. لا يا تاليسكو، لا زالت. أيمن يحيى، جول. النصر أيها الأحبة، يحقق النصر في مباراة اليوم بأهداف رونالدو وتاليسكا وأيمن يحيى. النصر يبقى دوما يحيي آماله. أهداف، تصديات وتدخلات، بالإحصائيات دائما ما تكون اللغة بالأرقام. تشهد الجولة 23 لقاء حماسيا بين الفيحاء والنصر. فاز الفيحاء في 6 مباريات في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم حتى الآن. الخطورة للفيحاء، الخطورة، لكن الفريق فشل في الفوز على أي من فرق الصدارة الأربعة حتى الآن. ومن أجل تغيير هذا الأمر يحتاج الفريق إلى أن يكون أنتوني نواكيني الذي سجل 8 أهداف في أفضل حالاته. فاز النصر على منافسه في 5 لقاءات. سيكون من الصعب على أصحاب الأرض الوقوف أمام أندرسون تاليسكا وغوستافو. سجل اللاعبين هدفين لكل منهما في الفوز الذي تحقق بنتيجة 4 أهداف دون رد في مباراة الذهاب. وهناك أيضا كريستيانو رونالدو الذي سجل 11 هدف في 9 مباريات فقط.
سيبذل الكابتن سامي الخيبري وزملائه قصارى جهدهم لإيقاف منافسه القوي المرصع بالنجوم. هذا كل ما لدينا في فقرة لغة الأرقام لهذا الأسبوع. ننتقل الآن لاستعراض أبرز أحداث الجولة. كان صوت جماهير الباطن هادرا قبل المباراة التي لا تحتمل نتيجة سوى الفوز أمام الوحدة المتعثر. حقق متذي الجدول الترتيب الفوز في آخر مباراتين على أرضه، وسنحت له فرصة ذهبية بعد ربع ساعة فقط، لمسة يد من علي مكي أكدها حكم الفيديو المساعد. تقدم لها رينزو لوبيز بكامل التركيز ووضع ركلة الجزاء بصورة مثالية، محرزا هدفه الرابع في 10 مباريات. وجد فريق الوحدة صعوبات في هذه المباراة، تصدى مارتن كامبانيا لتسديدة فيصل فجر. أظهر أصحاب الأرض قوة في الهجوم كما في الدفاع ليحرز لهم أندري بوكيا هدفهم الثاني، وهو هدفه الأول مع الباطن، ليمنحهم فوزهم الثالث على التوالي على أرضهم هذا الموسم، وهي المرة الأولى في تاريخ النادي. احتاج أبها إلى إيقاف النتائج المخيبة عندما استقبل التعاون صاحب المركز الخامس. لاحت الفرصة الأولى للفريق الزائر، حيث استدعت تصويبة ليندر توانبا من الحارس دافيس إيباسي أن يخرج أفضل ما عنده. لكن في الشوط الثاني دخل أبها إلى أجواء المباراة وتغير مسار تمريرة عبد الفتاح آدم، لتجد قلب الدفاع أمين عطوشي الذي أحرز هدفه الأول هذا الموسم. لكن نادرا ما يفشل الذئاب في الرد، وبعد 5 دقائق فقط سجل فهد الرشيدي هدف التعادل. وفي الدقائق الأخيرة عرقل نالدو صالح العمري وتلقى البطاقة الصفراء الثانية وتم طرده. حقق أبها تعادلا ثمينا وخرج الفريق الزائر ساعدا بنقطته. يتساوى هذين الفريقين في وسط جدول الترتيب، لكن في أكتوبر الماضي تألق الطائي وفاز على الرائد بهدفين دون رد. دخل الفريق الزائر هذه المباراة أملا في الثأر وتقدم مبكرا عبر تسديدة ألكساندر متريتا المذهلة، وجاء رد الطائي سريعا حين أحرز مبنزا هدفا في شباك الرائد مرة أخرى بعد هدفه في مباراة الذهاب. تسبب المهاجم الأنغولي إسعاد مشجع الفريق في المدرجات، لكن الجماهير أحبطت بعد مشاهدتها جوليو تافاريس السريع يتخطى مدافعي الفريق ليتقدم محمد فوزير ويضع الكرة في المرمى. بعد مرور 4 دقائق صارت الأمور على ما يرام مرة أخرى، وأثبت بنزا أنه بطل أصحاب الأرض، حيث أحرز هدفه الثامن في الموسم بشكل رائع وأنيق. مواجهة ممتعة استحق فيها كلا الفريقين نصيبا من النقاط. يجلس الفتح مرتاحا في المركز السادس، أما بالنسبة للخليج فإن فارق الأهداف فقط هو كل ما يفصل بينه والمركزين الأخيرين. خلال الشوط الأول الهادئ كاد خالد الغنام لاعب الفتح أن يكسر الجمود. بعد الاستراحة كان الحماس حاضرا، كان مراد باتنا في المكان المناسب في الوقت المناسب لوضع أصحاب الأرض في المقدمة. ومع إحرازه لهدف شارك باتنا في الهدف الثاني، حيث مرر الكرة إلى فراس البريكان الذي أحرز هدفه 11 في الموسم. حاول الخليج العودة إلى المباراة، ولكن تصدى جاكو برين لكرته وارتدت إلى صالح العباس، لكن كرته مرت إلى جانب المرمى. خرج نادي الفتح سعيدا بالنقاط 3 والأداء، وهو الوضع الذي يحب أنصار الفريق المحافظة عليه. لاحقا في العرض سنكون مع 2 من اللاعبين أصحاب التحركات الذكية في الملعب، ولكن دعونا نستعرض أولا عالم وسائل التواصل.
دعونا نتوقف مع القصص المثيرة خارج الملعب في فقرة بعيدا عن الدوري. خلال فترة الراحة الدولية يمكن للاعبين قضاء بعض الوقت الإضافي مع عائلاتهم، ويحافظ الآباء على لياقتهم. توفرت لحظات المتعة للجميع إيفر بانيجا مع الأرجوحة، بينما قام لوسيانو فييتو بتكوين صداقة جديدة، وأهدى روهي أحد مشجعي الاتحاد هدية عيد ميلاد لا تنسى. توجه مارسيل تيسراند إلى باريس، واستمتع رومارينو ببحيرة كوم الرومانسية بميلانو. وفضل آخرين جزر المالديف المدهشة، حيث اتجه شاموسكا للتزلج على الماء مع المياه الكريستالية وعشاء مع غروب الشمس. ظهر محمد العويس وعبد الإله العمري في فيديو لإطلاق قميص المنتخب الوطني الجديد. بينما احتفل النصر بعيد ميلاد عبد الرحمن غريب وظهور رونالدو بحضور قياسي مع منتخب البرتغال. هذا كل ما لدينا في فقرة بعيدا عن الدوري، نافذتنا على عالم دوري روشن السعودي بعد صافرة النهاية. كان الهلال مواجها بسلسلة من المباريات للحاق بالركبة بعد النجاح على الساحة الدولية، وكانت أولاها زيارة الخليج المتعثر من الجولة 16 فرصة سانحة للاقتراب من المراكز الثلاثة الأولى. محمد البريك، أوتعين، إيكالو، سوكول بالانطلاق الألباني، سوكول خطير، سوكول يصوبها سوكول، لكن كرتها إلى خارج الملعب. موسى ماريغا تصويبة، لكن مروان حيدر يتألق. عودة للبار، هل هناك لقطة؟ تدخل على قدم موسى ماريغا، ضربة جزاء، نعم يحتسبها حكم المباراة. قالوا نصر الهلال يسجل، قالوا استلام ممتاز كالعادة سعود، يلعبها لمحمد كنو، الله 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 على الهلال، الله على الهلال، والتصويبة من سعود عبد الحميد. الزين في عرضية والرأسية حلوة، خطفها دي سوزا. هنا الكرة عند محمد كنو، يلعبها إلى لوسيانو فييتو، يتقدم فييتو، الخطورة للهلال، حلوة التصويبة من فييتو. ألف مبروك للهلال، حظ أوفر للخليج الذي قدم مباراة طيبة حقيقة في هذه المباراة. عاد الهلال إلى العمل مباشرة وتوجه لملاقاة الفيحاء، الفريق الذي تغلب على البطل في كأس الملك الموسم الماضي، وكان يقدم أداء جيدا على أرضه مؤخرا. والبريك يصوب كرة قوية وهي صعبة، ماريغا، وكرة خطيرة، وفرصة، وكرة،
شاقة في المباريات المقبلة. اختتم الأسبوع الحافل بالديربي الكبير مع الشباب، ومع تواجد الفريق فعليا أمام منافسه في المدينة، فإن تحقيق فوز آخر سيجعل حامل اللقب يشدد الضغط على فريقي الصدر. إيفر لمسة على جهة اليمين، الكرة تصل نحو توانكا، توانكا بحفل التسديد قوية. كرة من كاريو لكن الدفاع تدخل بالخطأ. ماريغا عودة لكانو، محمد كانو لمسة خطيرة باتجاه ميشائيل، إيغالو في مكان خطير، إيغالو تبوي حطها، يا الله خطيرة جدا. لمسة طويلة للأمام حلوة على جهة اليمين، تحرك ذكي من جانبي، أسكور مر، أسكور تمريرة خطيرة وتسديدة. الحكم مطالب دائما بالسيطرة في الفترة، الآن سيخرج طرد، نعم لجوسابو. مانيجا بلمسة على جهة اليسار، هذه فرصة شبابية، محاولة باتجاه متعب، عرضية خطيرة لكن جانج تعود إلى أمتار، بابي كورة. الشبابين هذا الانتصار الثمين وهارتك الهلال هذه الخسارة، شكرا لكم وإلى اللقاء. وكان الاتحاد قد تغلب على النصر في آخر مباراة له على أرضه ليصعد إلى الصدارة. رومارينيو بكرة اللعب بين مدافعين واصلة على الجهة اليمين، مررت الكرة للأمام، تبقى محاولة الاتحاد، الله لصالح الاتحاد، انطلاقة واصل الكرة إلى رومارينيو، روما عاد الكرة بالخلف وتسديد، الله هدف أول للاتحاد. النمر تعافت مخالبه وانيابه، الصداره لن تفلت من قبضه النمور. رومارينيو يسددها لكن تسديده روما مقطوعه، والاتحاد عند ركله جزاء، الكره الى ركله جزاء، رومارينيو، روما يا روما يا روما يا روما يا روما يا روما. الاتحاد يسجل ثاني أهدافه في المباراة لضمك اللعبة، الكرة لمنطقة الجزاء بالرأس لكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب. في وقت حرج أحمد بامسعود سيترك هذا اللقاء، والركلة الركنية الاتحادية عند البيشي مرسلة داخل منطقة الجزاء. أوه، ثالث أهداف الاتحاد، أحمد حجازي. الاتحاد في الثلث الأخير من الدوري يسعد عشرات الآلاف من أنصاره في المدرجات والملايين خلف الشاشات بفوز ثمين ليبقي الصدارة في صالحه وبين أنيابه.
تشهد فقرة لاعب مقابل لاعب في الجولة 23 مواجهة بين جيرسون رودريغيز لاعب الوحدة ضد هيلدر كوستا لاعب الاتحاد. نجح رودريغيز البالغ من العمر 27 عام في تقديم 11 تمريرة رئيسية مع 58 مراوغ، أما كوستا فقد قدم 18 تمريرة رئيسية و50 مراوغة. قد يبدو رودريغيز في صورة المهاجم النموذجي، لكن قدميه سريعتين للغاية ومهاراته هائلة، ولديه موهبة صناعة الحدث. الآن فرسان مكة بواسطة جيرسون رودريغيز. بالنسبة لكوستا، يمتاز هذا الإنغولي بالحركة الرشيقة والرياضية ويملك رؤية كبيرة، وهي عين الصفات التي يستخدمها المدرب نونو إسبيريتو سانتو لتنشيط هجوم النمو. يمكن لكل من هؤلاء اللاعبين المبدعين تقديم ما هو غير متوقع، مما يساعد على إمالة كفة اللعب لصالح فريقهم. هذا كل ما لدينا في فقرة لاعب مقابل لاعب لهذا الأسبوع. دعونا نتوقف الآن مع جدول ترتيب الفرق وأبرز الهدافين. في القمة يتصدر الاتحاد على حساب النصر، إلا أن الشباب اقترب منهما. في الجانب الآخر من جدول الترتيب أصبح الباطن على مقربة من العدالة والخليل. تساوى أوديون إيجالو وأندرسون تاليسكا في صدارة الهدافين. تعتبر الجولة 23 هي جولة تحقيق النقاط. يسعى الهلال حامل اللقب للتقدم في أبريل، إلا أن الطائي الزائر لم يهزم في مبارياته الثلاث خارج أرضه. يبحث التعاون عن تحقيق فوزه الأول على أرضه في العام 2023، بينما يسعى الاتفاق لتحقيق ثاني فوز له خارج الأرض هذا العام. يحرص الخليج على نبض الغبار واستعادة التألق على ملعبه، إلا أن شباب دائما ما يقدم عرضا رائع خارج الأرض. لا يريد ضمك أن يصبح إهدار النقاط على أرضية ملعبه عادة، كما يهدف العدالة إلى مواصلة عدم الخسارة خارج ملعبه للمباراة الثالثة. يسعى الرائد لتحسين نتيجة التعادل الذي حققه أمام الشباب، أما الفتح فإن تركيزه منصب على انتزاع المركز الخامس. يدرك أبها أن الفوز في أرضية ملعبه يجعل الفريق آمنا، لكن يتطلب بقاء الباطن تحقيق انتصاره الأول خارج ملعبه. في الجولة 23 يحل النصر ضيفاً على فريق الفيحاء، ويتوجه الاتحاد المتصدر لملاقاة فريق الوحدة، فيما يستضيف الهلال فريق الطائي، بينما ينتقل الشباب لملاقاة الخليل. في الحلقة القادمة نستعرض معكم الكلاسيكو الذي يجمع الاتحاد مع الشباب. انضموا إلينا للاستمتاع بأفضل أحداث عالم دوري روشن السعودي المليء بالإثارة. استعراض دوري روشن السعودي للموسم 2022-2023.